بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوان الأفاضل وأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا في دروس عن تعليم اللغة الإنجليزية. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخوان الكرام، وإياكم خلف الميكروفون أخوكم عنت الأخان. ما زلنا مستمرين في دروس عن التنسز أو الأزمنة، واليوم راح نتكلم مزيد بإذن الله تعالى عن البريزنت بروجريسيف أو المضارع المستمر، وبنتكلم عن how to make interrogative sentences in present progressive، يعني كيف نكتب أو ننشأ جمل استفهامية أو جمل سؤالية في زمن المضارع المستمر، يعني ما هو القواعد لإنشاء الجمل الاستفهامية أو سؤالية في زمن المضارع المستمر، وبنتكلم أيضا بإذن الله تعالى عن الوكابلري أو المفردات، وبنستخدم هاي المفردات في الجمل. ف how to make interrogative sentences، يعني كيف نكتب أو ننشأ جمل استفهامية في زمن المضارع المستمر، يعني ما هو القاعدة لإنشاء الجمل الاستفهامية في زمن المضارع المستمر. أول شيء إخوان الكرام، في بداية الجملة نحتاج أو نستخدم helping أو auxiliary verb اللي عندنا ثلاثة في زمن المضارع المستمر، is و are و am. وقلنا في دروس السابقة إذا كان الفاعل في الجملة he, she, it أو singular يعني مفرد، فنستخدم الفعل المساعد is. إذا كان الفاعل في الجملة you, we, they أو plural يعني جمع، فنستخدم الفعل المساعد are. وإذا كان الفاعل في الجملة I فنستخدم am كفعل المساعد. وبعد الـ helping verb أو الفعل المساعد نحتى ونستخدم subject يعني فاعل، ومثل ما قلنا يعني يمكن الفاعل يكون he, she, it singular أو you, we, they أو plural أو I. وبعد الـ subject أو الفاعل نحتى ونستخدم main verb يعني فعل رئيسي، ومثل ما قلنا في دروس السابقة في مضارع المستمر نحط fifth form of the verb or present participle، يعني نستخدم أو نحط حالة خامس الفعل واسم هاي الحالة اسم الرسمية نسميه present participle. وبعد المين verb أو فعل رئيسي نحط أو نستخدم object or ROS يعني مفعول، أو rest of the sentence يعني بقية الجملة. وبعد الobject أو مفعول أو ROS نحط أو نستخدم question mark يعني علامة استفهام. فهاي الأخوان الكرام قاعدة لإنشاء الجمل الاستفهامية في زمن المضارع المستمر. والحين نتقارن جملة ثابتة اللي شفنا في دروس سابقة وجملة استفهامية وسؤالية اللي إن شاء الله بنتكلم بالتفصيل بعد شوية. في الجملة ثابتة أخواني الكرام مثل ما شفنا في دروس سابقة، أول شيء نحط subject، وبعد subject نحط helping verb، وبعد helping verb نحط fifth form of the verb يعني حالة خامس الفعل، وأخيرا نحط object or ROS يعني مفعول أو بقية الجملة. فالجملة اللي عندنا عدنان is playing the game، يعني عدنان يلعب اللعبة. في هاي الجملة عدنان هاي subject، is هاي helping verb. وليش استخدمنا is؟ ليش ما استخدمنا are أو am؟ مثل ما شفنا قبل شوية إذا كان الفاعل في الجملة he, she, it أو singular يعني مفرد، فنستخدم is كفعل مساعد. وإذا كان الفاعل you, we, they أو plural يعني جمع، فنستخدم are كفعل مساعد. وإذا كان الفاعل I فنستخدم am كفعل مساعد. وبعد الـ helping verb أو فعل مساعد استخدمنا حالة خامس الفعل اللي playing، وأخيرا بقية الجملة. هاي القاعدة لإنشاء الجمل ثابتة في زمن المضارع المستمر اللي شفنا في يعني بالتفصيل في دروس السابقة. والحين أخوان الكرام how to make interrogative sentence، يعني كيف ننشأ جمل سؤالية واستفهامية في زمن المضارع المستمر. القاعدة اللي شفنا قبل شوية يعني نتكلم عن نفس القاعدة لكن بشكل أوضح. مثل ما قلنا أخوان الكرام نحط أول شيء helping verb يعني فعل مساعد في بداية الجملة، وبعد الـ helping verb subject، وبعد الـ subject أو الفاعل fifth form of the verb يعني حالة خامس الفعل، وبعد حالة خامس الفعل object أو ROS يعني مفعولة وبقية الجملة، وأخيرا علامة استفهام. الجملة اللي عندنا أخوان الكرام نفس الجملة نتغير الحين من الثابتة إلى استفهامية وسؤالية. is عدنان playing the game، يعني هل عدنان يلعب اللعبة؟
في هاي الجملة أخوان الكرام، فقط حطينا الفعل المساعد في بداية الجملة وزدنا علامة استفهام وباقي نفس الجملة. والحين أخوان الكرام نشوف مزيد الجمل الاستفهامية في زمن المضارع المستمر. الجملة اللي عندنا is Omar sending the email، يعني هل عمر يرسل الرسالة الإلكترونية أو بريد الإلكتروني؟ ف is high helping verb، Omar high subject، sending high حالة خامسة الفعل، the email هاي بقية الجملة، وأخيرا علامة استفهام. والجملة الثانية والمثال الثاني اللي عندنا are they signing the contract، يعني هل هم بيوقعون العقد؟ نفس الشيء أخوان الكرام، are high helping verb و they هاي فعل مساعد، signing هاي الحالة خامس الفعل، the contract هاي بقية الجملة، وأخيرا علامة استفهام. وجملة ثالثة عندنا am I speaking Arabic، يعني هل أنا أتكلم باللغة العربية؟ هني نفس الشيء أخوان الكرام، am هاي فعل مساعد، I فاعل، speaking هاي حالة خامس الفعل، Arabic هاي بقية الجملة، وأخيرا علامة استفهام. وجملة أخرى اللي عندنا is Hassan sitting on the chair، يعني هل حسن يجلس على الكرسي؟ نفس الشيء أخوان الكرام، is helping verb، Hassan subject، sitting حالة خامس الفعل أو fifth form of the verb، هو on the chair هاي بقية الجملة، وأخيرا علامة استفهام. والجملة الأخيرة اللي عندنا are they spelling the word، يعني هل هم يهجون الكلمة؟ في هاي الجملة نفس الشيء أخوان الكرام، are هاي helping verb، they subject، spelling هاي حالة خامس الفعل، the word هاي بقية الجملة، وأخيرا استفهام. فالحين عليكم أخوان الكرام أن تكتبون على الأقل 10 جمل استفهامية. والحين أخواني الكرام نتكلم عن الوكابلري أو المفردات، وأخذنا هاي المفردات في درس اليوم في الجمل اللي شفنا قبل شوية. أول الفعل أو المفرد اللي عندنا send، يعني يرسل، حالة ثانية sent، حالة ثالثة sent أيضا، حالة رابعة sends، حالة خامسة sending، يعني إحنا استخدمنا حالة خامسة، يعني في المضارع المستمر فقط نستخدم حالة خامسة، ما نستخدم حالة أولى أو حالة ثانية أو ثالثة أو رابعة، نستخدم حالة خامسة في مضارع المستمر. والفعل الثاني اللي أخذنا sign، sign يعني يوقع، حالة ثانية signed، وحالة ثالثة signed أيضا، وحالة رابعة signs، حالة خامسة signing. وبعد الساين عندنا sit، يعني يجلس، حالة أولى، حالة ثانية sat، حالة ثالثة sat أيضا، حالة رابعة sits، حالة خامسة sitting. وبعد sit عندنا speak، يعني يتكلم، حالة ثانية spoke، حالة ثالثة spoken، حالة رابعة speaks، حالة خامسة speaking. والفعل الأخير اللي عندنا spell، يعني يتهجى، وحالة ثانية spelled، حالة ثالثة spelled أيضا، حالة رابعة spells، حالة خامسة spelling. أخواني الكرام الحين عليكم أن تكتبون يعني 5 جمل من هاي الكلمات من عندكم. أخواني الكرام انتهى درس اليوم، إذا عندكم أي ملاحظة تقدرون ترسلون على الإيميل. وشكرا لكم على الحسن المتابعة، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وأيضا لا تنسونا أن تحطون تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.